أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ضيفنا اليوم أو بالحق ضيفتنا اليوم فنانة من نوع خاص، حاولت تخلق لنفسها اسم. احنا تنعرفوها غير بشطاء مطا. قبل ما نبداو معها الحوار ديالنا، غنخليوها تعطي واحد الورقة تعريفية شاملة، شكون هي، الاسم والنسب، المستوى ديالها الدراسي، مسقط الرأس نتاعها، واسم جوزها ولا لا. تفضلي معنا. نتفضل. على الاسم ديالي هو شتا ماتا، والاسم فاطمة الزهراء، اسم العائلي اللي با انتريسون دو تو. المستوى الدراسي جا ماستر اون بانك فينانسي اسيورونس، ما مزوجاش، يعني ما نقدرش نقول لك اسم الزوج ولكن نقدر نتنبأ به. ان شاء الله يكون يا وائل يا هائل يا نائل. يا وائل يا هائل يا نائل. مسقط الراس. دار بيضاء بنت الحيل المحمدي. دار بيضاء بنت الحيل المحمدي. بيان سور. مرحبا بك معنا فاطمة الزهراء. واخيرا عرفنا الاسم باش نبقاو فاطمة الزهراء. ولكن كنفضل شتا ماطا. شتا ماطا. بيان سور شتا ماطا. فاطمة الزهراء خلقتي او شطماطه؟ خلقتي واحد القناه في اليوتيوب وسميتيها شطماطه. كيفاش جات الفكره وعلاش هذا الاسم ديال شطماطه؟ الو ابدا. واحد الاسم جا قبل الفكره. الاسم ديال شطماطه كان كيطلقوا عليا خالي الله يرحمه ملي كنت صغيره، يعني ملي كتعدي 5 سنين 6 سنين بوتيت. هو كنت بيتيزير، كندير لي بيتيز، دونك كان دائما كيقول لي شطماطه وكان فيها الضحك. يعني انا كان مثلا جدي ملي كيكونوا العائله وكل شيء كيحطني نعاود النكات ما شايتو، اسمي عندي من الصغر شطماطه. الفكره ما نكذبش ما كانتش فكره، هو انا اصلا جو سوي درول كنضحك وايتو، ولي فيديو كنت كندير لي فيديو ولكن ما كانوش كيتبوبلي. كنت كندير لي فيديو كنصيفطهم غير لي زامي اونتر امي. كتحتفظي بهم غير الاصدقاء ديالك؟ غير الاصدقاء ديالي. اصدقائي اصلا عارفيني انا سبيكتاكل فيفون، دونك اصدقائي دائما مولفين لي فيديو كيوصلوهم. سوف كو مره درت فيديو على الدوداء اليوتيوبيه و افون جوست افون فيت يافي ان انيفرسير، درت ان بيتي سبيكتاكل لي زامي، وكاينه اون كوبين كندير فيها فريمون كونفيونس، هذيك اللي قالت لي شي حاجه كنديرها. الي تي با لا جو لي اونفوي جوست اون بيتي فيديو اون فيت. Et puis je lui ai envoyé, la vidéo de Dawda YouTube. Et je lui ai dit, il faut la publier. Et je l'ai publiée et c'était parti. Voilà. Il y a des vidéos qui sont spontanées. أو العم الله يرحمه ويسعده أنه تشوفك يعني أكتيف من صغرك. كنت وي ولا هو اللي شجع فيا هذيك، كما كيقولوا كيكون عندك دائما واحد الخال هو اللي كيعطيك الخطر ايتو كتنطلقي، وهذا كنت كنطلق معاه الله يرحمه هو اللي كان كيسميني شطماطة. حنا كنشوفوا هاد لي فيديو ديال اليوتيوب من اشخاص اخرين، يعني تيكون عندهم واحد الهدف، هو ان هدف يعني معالجة قضية اجتماعية الى غير ذلك بطريقة كوميدية. فاطمة الزهراء، شنو الهدف ديالك من خلق هاد القناة شطماطة؟ دونك كيما قلت لك انا ما كانتش فكره اصلا، يعني كان تشجيع. يلا كديري تو في دي فيديو تو في درول فازي بوبلي لي. انا ملي بديت في الاول بديت كندير غير دي فوا جوا مثلا في الاول ملي بديت نقد، درت نقد ديال الافلام، نقد ديال المسلسلات، نقد ديال البرامج رمضان بطريقه مضحكه، وما كانوش عندي بزاف لي زابوني، ولي زابوني ديالي كانوا كلهم امهات تقريبا، هما اللي كانوا كيشجعوني وهما اللي بداو كيعطوني الافكار، وهما اللي اون فيت سي دو لا وتخلقات شطماطه وتخلق الهدف. من بعد عاد ولا الهدف الاول هو الاضحاك. يا دي ميساج ديغيير بيان سور. يعني الهدف هو الضحك، ماشي معالجه مثلا قضايا اجتماعيه كما تيديروا الاشخاص اخرين بخلق قنوات ديالهم تيهضروا مثلا على الاحداث، كيهضروا على وانا كنهضر على الاحداث، كنهضر على الممثلين، على المغنيين. اذا انت الاهداف ديالك سخريه.
اون فيت ملي كنقولوا كلمه هدف هذه كلمه كبيره بزاف يعني واش كتعالجي يعني كلا قناه لا انا ما يمكنش نعالج حتى موضوع انا ملي كيبان لي ان موضوع جيسي دو لو ديدراماتيزي اون فيت ملي كيكون موضوع وكلشي كيهضر عليه جيسي لو ديدراماتيزي و بور ديدراماتيزي موضوع شنو كديروا كنسخروا منه وتبارك الله علينا حنا المواضيع دابا الاخرى اذا قناه السخريه قناه شطمطه ديال السخريه وميم انا في شخصيتي جو مو موك انا أص... انا أص... انا اول سكيتش سخرت فيه من نفسي يعني سخرت من نفسي ومن عائلتي عاد انطلقت سخرت من الناس الاخرين هذا الشيء كامل غادي تسمى فرض منزلي هذا راه كنسخر منك حتى انت فاطمه الزهراء يعني قلنا ان هاد القنوات هادو كيخلقوهم الاشخاص يعني كيشوفوا كيلعبوا على الاحداث اللي كتوقع يعني اي حدث كيوقع كي يعني كي كيشغلوا به القنوات ديالهم فاطمه الزهراء بقناتك ديال شطماطة شفنا ستيل خاص ديالك يعني مركزه على الجانب الفني علاش مركزه على الجانب الفني واش كيجيك ساهل اولا شيء اخر هو كما قلتي لي كتشوف قلتي لي هضرتي على الناس اللي كيديروا مواضيع فبون كيبغيو يعالجوا كما كتقول نو عالجين قضايا فوالا كيعالجوا قضايا ولا كيقربوا الحدث اللي كيقربوا الحدث مي خصك تعرف ان كاين يوتيوبر هذيك هي خدمتهم دونك اي حدث واخا ما يكونش حدث كيخلقوا الحدث باش يهضروا عليه سي كوم سا بوتيت باش يعالجوا ولا باش يزودوا باش يطلعوا لي فيو ولا الحاجه في نفسي يعقوب انا جو سي با مي شاتا ماتا اون فيت الهدف الاول اللي كان هو الضحك يعني ما كانش شي غرض غير انايا في شخصيتي كاينه السخريه والفن انا ماشي اختاريته يعني الفن خديتي بجميع الشرائح ديالو ولا الغناء ولا بيان انا من شحال هذه انا ملي كنت كنتفرج مثلا فيلم ما عرفتش ميم سي انايا الدومين ديالي بانكي وكل اللي غايقول لي ما دخلكش مي انايا مخلوقه عندي هذه كنشوف كعندي النقد سي كوم سا افلام بديت بالافلام علاش الفن باسكو انايا في الغربه ديجا انا كنعيش في فرنسا معايا جزائريه معايا توانسه مي فرانشمون ملي كنشوفوا دابا داكشي اللي المستوى اللي عندنا في التلفازه يعني ما يمكنش ما تهدرش فوالا يعني هي دو لا ماتيغ غراس كاين الفن هي بلوس دو ماتيغ غراس في الفن ودي فوا كاينين المواضيع اللي فيهم دو لا ماتيغ غراس مواضيع اللي كتخليك تسخر منها بحال لو ديرني موضوع ديال المراه الحامل بتسع سنوات كيدير ليها بس كنتي ما غنسكتش هذاك خصنا نسخروا منه ضروري نسخروا منه لا انا ماشي لا يعني فوالا الا اختاريت انا نقول لك ما كاينش هدف ما بقاوش ماشي غنكذب ونقول لكم وي الهدف ديالي هو انني نسخر من الفن ولا نعالج ولا لا انا انسانه انا مواطنه مغربيه كنتفرج ما بقاش عاجبني داكشي اللي كنتفرج فيه وكنتفرج مع جنسيات اخرين وكنشوف غير تونس فين وصلوا وحنايا فين وصلنا يعني هذا الضحك على الدقون ولا اذا انت غتقارني الفن بالاوروبا على حسابنا داكشي علاش لا ماشي في اوروبا انا كنقول لك تونس والجزائر انا ملي كنتفرج مثلا في فيلم مغربي راه كنتفرج فيه بصحبه صديقاتي التونسيات والجزائريات وكنشوف ردات الفعل يعني وهما كيصحابوا هذاكشي اللي كيشوفوه هو المغرب نعياو ونقولوا لهم نو هذاك راه ماشي المغرب يعني اشنو هي الواجهه ديالنا حنايا راه هو الفن الى حتى واحد ما هضر الى حتى واحد ما هضر يعني راه كنا متفقين يعني راه عندنا واحد المستوى رائع في الفن الا كان غير واحد كاين باش كيهضر دونك سابو بوتيتر فير بوجي لي شوز اذا انت ما كتسخريش من الفنان اكثر ما كتسخري مثلا قلتي المواضيع اللي في التلفزه ولا ما الفنان هو اللي شكون اللي كيمثل يعني يقدر يكون الفنان على حسب الادوار اللي تيعطيوه مثلا بيان سور انا ما عندي حتى حاجه ضد حتى واحد شخصيا اون فيت انا كنشوف فريمون ليماج ليماج شي با لو بيزاج عندنا ديال الفن اليوم كيفاش داير تو سامبلومون علاش فاطمه الزهراء ما تمشي شايل المواضيع السياسيه لا 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 مواضيع اخرى يعني كاين احداث اللي كتوقع مثلا جد مهمه علاش فاطمه الزهراء لانني مثقفه فنيا وسياسيا لا حاجه خصني وميم هذه دو زون منين هضرت ماشي كتخافي من السياسه لا ابدا علاش نخاف من السياسه ابدا علاش نخاف بحكم علاقتك بالفنانه وبالمشكل الفني داكشي علاش كتهضري على نو انا كنهتم بالفن ومثقفه فنيا حيت كنقرا وكنتفرج يعني وانا ما كنبغيش نمشي نحط راسي في شي حاجه اللي ما كنعرفهاش علاش غادي نهضر على السياسه نو ماشي الدومين ديالي ما كنفهمش فيها انا اصلا غير محزبه دونك نسخر من شي حاجه اللي ما عنديش فيها نو
انا اصلا كان مؤخرا الناس اللي كيضحكوا على هذيك ديال 20 درهم وميم لي زابوني ديالي قالوا لي هضري على 20 درهم ما عارفينش كومون ساس ميزور ديجا. انا ملي جيت نفكر مثلا قلت غادي نهضر عليه ملي مشيت نشوف عتبه مشيت نشوف لو سو دو بوفغوتي لقيتو 20 درهم. انا بحكم قرايتي انجينيوري ايكونوميك ستاتيستيك ايغالمون دونك في لا ميزور تاع لو سو دو بوفغوتي اون فيت باغ اكزومبل لينسي اون فرانس كتاخذو 60% من لو ريفوني ميديو. دونك انا ملي جيت نشوف غير باش بغيت نشوف باش نهضر عليه في المغرب بان لي بزاف الزيكزاك بان لي السميك مثلا السميك اصغر من عتبه الفقر ما فهمتش دوكو انا زيكزاكيت شويه في دماغي قلت لا ما غاديش نسخر من الموضوع اللي انايا ما كنميتريزيش. اما الفن انا كنتفرج بزاف ومن صغري وانا مولوعه بالفن بالغناء ودرت المسرح ودرت الباتول لي باتول دو غير مسابقه ديال الضحك في فرنسا مؤخرا في جويلية درتها عند السي بن عثمان الاب ديال بشرى بينو اللي كاينه في جمال كوميدي كلاب. فوالا هذاك هو الدومين ديالي كنتفرج بزاف. علاش ما فكرتيش انك تدخلي المسرح وتكوني فنانه ممثله ولا انا ما نقدرش ما مهم. والحقيقه انا تزاديت في عائله لا يجوز فوالا وملي كتزاد وكتكبر في عائله لا يجوز المسرح لا يجوز والفن لا يجوز. على ذكر تزدي في عائله في وسط اللي شنو تيقول عائله لا يجوز شنو تيقول باباك وماماك في هذا الشيء اللي كتعملي؟ بابا جو سي با ما عرفت عندي انا الابوين منفصلين وكما الاب المغربي كتعرفوا كيطلق الام وكيطلق مع الابن دونك انا مطلقه من شحال هذه. الام ديالي ما متفقاش مي سي با بوغ اوتون كتحبسني لا بالعكس يعني قالوا لي كتفرج كتضحك مي هي كتمنى نكون نبقى في الدومين ديالي ونخدم خدمتي وما كاين لاش ما كاين لاش علاش هادشي علاش هذا هو السؤال المطروح علاش يعني هي بغات تبقى داكشي في كادر اوكي مع لي زامي مع العائله ما كاينش علاش اون فيت السؤال المطروح علاش كديري هكا كيس باس اش عندك داك الدماغ فهمتي حيت ما كنخرجش ثاني بطريقه الام صعيبه لا تشوف بنتها كتعوج وجهها الام كتبغي دائما بنتها تكون مقاده اي توتو ودائما كتبقى دائما انا يعني قريتك باش تكوني بونكيير وبغات تخرجي ليا كلون فاطمه الزهراء وشطه مطر كان غيزك ملي كنقول لك فاطمه الزهراء جو كخوا نبقى نعيط لك شطه مطر ابدا ابدا غير بحال بحال انا عندي شطه مطر لي بلو درول شطه مطر كتعرضي لبزاف الانتقادات غنقول لك بعض الانتقادات منها وغتجاوبني عليهم مرحبا كاين بعض الاشخاص اللي كيقول لك يعني انك ما عندك ما يدير او سي سي سافي ما عندك ما يدير يعني غتجاوبي المنتقدين ديالك ايوا الفيديوهات اللي تعرف واللي تعرفت بهم فريمون شاطه ما كانوا في رمضان كنت كنخدم النهار كامل وبصيامي وكل شيء وكندخل للدار فاتيغي مي فريمون فاتيغي ودي فوا جو بريبار ميم في لو تران باسكو هذيك ليبوك كانوا عندي لي فان ومدي فازي بارل و جيتي فريمون دودون كنت لداخل داك الشيء يعني ما كانش عندي الوقت اللي كيقول ما عندي ما يدير كتشدني الضحكه وما تيقول لك يعني راه مقابله غير هذا الشيء دابا غنقابلكم دابا ما غيكون عندي ما يدير وغنقابلكم اوكي كيقول لك فاطمه الزهراء راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه اكيد انت كتستهزئي منهم راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه اكيد استهزاء مرحبا انا يا مسخرت من الناس تا عارفه غيجي واحد النهار شي واحد يسخر مني وما عندي حتى مشكل انا يا غاده بداك المبدا ديال اون فوا كتوري وجهك وكتقبل تكون شخصيه عامه خاصك تقبل النقد سينو سير لداركم سد عليك كاينين بعض الاشخاص مرموقين في عالم الفن تيقولوا لك اودي لك انا غير على هذا الشيء ما يفضلوش انه يكونوا تكوني من المعجبين ديالهم شنو تقولي لهم من المعجبين ديالهم يعني اذا كان غير على بحال هذا الشيء ما تقبليش ما يقبلوش زعما تكوني من المعجبين ديالهم وانت كطعني فيهم ما فهمتش السؤال كاين فنانه اللي كتستفزهم فنان كنستفزو وهو ما كيقبلنيش نكون انا من المعجبين ديالو ما يقبلكش الا كنتي بحال هكا ما يقبلكش من المعجبين ديالو يعني انا ما فهمتش انا اصلا هاد الجمله كيبان ليا يا ان بروبليم لا بسيكولوجيك ديجا مي حنا فنانين شنو كنبغيو كلشي يكون مجعب بغضو معجب بينا ياك الا استفزيتك نورمالمون خاص كاينين اللي انا جو سي با كومون لو دير الا استفزيتك خاصك تمشي تقلب كيس كيلا دي بوركوا باشا فوالا جو في شيرشي غنبدل فيا شي حاجه ولا استفزيتك خاصك تفرح براسك ديجا راني فكرت فيك واستفزيتك
تيقولوا عاود فاطمه الزهراء الله يلا جايبين خلوها لي فان ديالي ها كمل تيقولوا عاود فاطمه الزهراء بغيتي غير تشهري راسك وتهزي البوز ديالك بهذا لي فيديو هل هذا صحيح هبه بريس امتى اتصلت بيا امتى وبزاف المنابر الاعلاميه امتى شحال هادي من سبتمبر الله بنت اليوم علاش على الفيديو ديالك على شهر الفيديوهات الفيديو ديالك ماشي على وديك الحاجه كان عزيز عليا نديرها وما نقدرش نخبيها دونك ما عرفتش لا ماشي الشهره ابدا انا غير كنحس انني عندي شي حاجه وبغيت نبارطاجيها والناس انا ملي كنحبس ما كنديرش فيديو خصك دابا نجيب مون بورطابل وتشوف شحال الميساجات كيوصلوني الاف لي ميساج الاف يعني ماشي 100 ولا 1000 دونك نو كيقولوا لك لا لا صورتي الفلوس دخلتي وصورتي فلوس صحيحه بصحتك منين جو من اليوتيوب ولا انا تنقول غير انتقادات باش تشرحي وامين راغب وقيله وعدو مع هادشي ديال اليوتيوب عافاك اخويا امين سير قلب وشوف قول لهم شحال خديت مي نو غير نديت وانا خدامه في بنكه وكنخدم انا اللي كنصرف انا اللي كنشري الماتيريال وحوايج شطماطه ماشي هما حوايج فاطمه الزهراء لي زاكسيسوار ديال شطماطه ماشي هما لي زاكسيسوار ديال فاطمه الزهراء ووقتي والاعصاب ديالي اوسي ملي كنشوف دي كومونتير ما كيعجبونيش دونك حتى دو لي بران حتى هو راه كنخسر عليه الفلوس اش من ربحت الله يهدينا ويهديك كنربحو غير هذيك الله يرحم الوالدين وكاين واحد الكومونتير واحد النهار جاني هذاك هو اللي شجعني ديال واحد السيده وهي غتعرف راسها وشكرا على هذاك الكومونتير قالت لي اول مره نضحك منين مات ماما ما ضحكتش بحال هكا وانت ضحكتي وبكيتيني مي ملي كتشوفك انت غير عندك شي حاجه اللي كتخلي الناس جاي وفرحانين علاش ما نبارطاجيهاش ابخي الا كانوا غيجيو الارباح ومكتب عليا الله الرزق من هذا الشيء حتى واحد ما غيحبس دوري معايا نسلف خويا نسلفك انا ما كندورش دابا جينا للناس اللي كت يعني الناس اللي نلقاو منك انتقادات وسميتو يعني كاين بعض الاشخاص اللي كيقول لك البرد والله الا جاني البرد ما كيشوفهاش كاين بعض الاشخاص اللي تيقولوا انك مدفوعه من طرف جهات معينه مدفوعه يعني دافعينك جهات متنوعه متنوعه يعني راه شي دافع يعني جهات يعني جهات معينه وانك مثلا كتكراي الا بغى شي واحد فيه الخدمه كيكريك على اساس انك تنتقديه وتقولي هكا في لي فيديو ديالك عندي سؤال كاينين شي ناس كيتكراو انا مستعده كريوني اللي بغاني نهضر لي على شي واحد الله يرحم باكم كريوني انا مستعده تخلصوني وتكريوني باش نهضر على الناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت شكون كراني ولا هداري ويلي انا سنقول داكشي اللي تيقول سي دو نيمبورت كوا سا لا انت ما كاينش عرفتي اليوتيوبر عرفتي اليوتيوبر دابا سمعوك راه غيضحكوا هي كلهم كريين حنا كنا مكريين ابدا لحيت الانتقادات ديال بعض الاشخاص هادشي اللي لا ابدا 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 ما كاينش هادشي يعني غير صحيح ماشي ما نهضروش عليه كاع نيمبورت كوا سي دو نيمبورت كوا والله الا مدفوعه وانا ما كرهتش وفي الحقيقه شوفوا اللي بغى شي واحد لا كان هذا الشيء بصح اش انا باغا والله لا نيمبورت كوا والله الا مشاو بعيد الناس شتي هذا الشيء كامل عرفتي انايا كنظن ان ولاو هذوك الفنانه بحال البرلمانيين بقى ندير لهم الحصانه اللي هضر عليه يقول لك مدفوع هذه شطماطه لا هذا الشيء اللي ولا لا مدفوع لا مرفوع نيمبورت نوك انت ما خليتيش راسك ما خليتيش جداتك بديت براسي انا الاولى ماماك يعني ربما مستقبلا حتى زوجك ما غاديش تخليه مي بيان وانا انا زوجي ربي كان كنصي فيه قبل ما يجي يعني هادشي ما تخافيش ياثر عليك حتى على حياتك الزوجيه في حياتك مثلا العلاقه مع زوجك مستقبلا عرفتي ملي كتكون الداخل ديالك كدير شي حاجه فريمون والهدف ديالك قبل كل شيء انك بعض المرات كنبغي نوصل ميساج للبنات وبعض المرات فريمون كنبغي غير نضحك الواحد وكان ما يمكنش ترجع ليا بشي حاجه خايبه الاعمال وبالنيات انا متاكده ان ما يمكنش ترجع ليا بشي حاجه خايبه والسيد اللي ما غاديش ياخذ شي طماطه وفاطمه الزهراء بجوج غيبقى في دارو ما عندنا ما نديرو به بحكم انتمائك الامازيغ ما كتفكريش انك دير لنا شي فيديو امازيغي وعلى شي فنان امازيغي وتنتقدي مثلا اشخاص امازيغيين ان شاء الله علاش لا ان شاء ممكن الله ممكن تكون ما كانش عندي الفكره شكرا عطيتيني فكره جديده
ممكن علاش لا؟ الاهداف ديال فاطمه الزهراء مستقبليا واش غتبقى شطمطه بهلكة بهالطريقه ولا غادي هناك افكار غادي توسعيها باش تكبر القناه ديال شطمطه؟ هو اصلا متبعين شطمطه كيشوفوا انا ديبي لو 27 جانفي ما درت والو باسكو جو سوي اون تران دو بريباري واحد الحاجه واعره كلشي غادي يتبدل دونك ماشي الكادر اللي غادي يتبدل مي شطمطه غادي تطلع لا دوز مي فريمون غادي تطلع لا دوز غادي نهضروا بالواضح بالمفروش وغيبقى نفس الهدف انه اللي بان في التلفازه واللي عرفتي انا حلم حياتي نتفرج في فيلم مغربي ونقول ياه دو ا زد بلا ما نتعصب ولا نتفقس ولا مسلسل دو ا زد مغربي ولا اون ايميسيون كل مره يجددوا لينا فيها لا حنايا راه اللي جا شد شي كرسي كيجلس فيه وصافي سالينا جلست تماك راه اللي كل عصرين رجاله ولا نساؤه دونك فوالا الا كانوا مالين شي ما غاديش شي كومون دي اللي كيفاش كيقولوا مالين شي جو سي با فوالا اللي مسؤولين على الدومين اون فيت ما كيبانش لهم ان كاينين شي حوايج كيتغيروا بيتيت كل شباب بحالي انا وما كايناش غير انا راه كاينين بزاف اليوتيوبر اللي كينتقدوا بيتيت كو حنايا غادي نقرصوا شي شويه باش شويه تبدل و جو بونس كو ميم هذوك اللي كنهضروا عليهم راه كيتقرصوا و جيسبيغ يتقرصوا ايجابيا باسكو فرونشمون انا حتى حاجه ما كتكون سلبيه انا ملي كنهضر على ممثل ولا على مغني ولا على اي حاجه راه غير ملي تفرجت فيك وشفت فيك يعني راه انايا متقبلاك راه حيت كاينين شي وحدين كيطلبوا مني لي فان نهضر عليهم ما كنقدرش نهضر عليهم فوالا ومتقبلاك ملي كنقول خصكم تكون عندكم القشابه واسعه وتقبلوا النقد وديروا لنا تغيير ونتفرجوا في شي حاجه زوينه حيت هذا هو الهدف في الاخر الهدف ما نبقى معاك ولا تقمعني ولا نضحك عليك ولا تضحك عليا نو با دي تو مي فريمون با دي تو سي با سا كاينين شي فنانه كانهم ضبانين من التلفازه انها ما كتعيط لهمش بحال من فنانه كثار على ذكر انك قلتي مثلا اللي شاد شي بلاصه كيبقى فيها يعني كاين فنانه اللي ما كيتوجهوش للتلفزيون بزاف يعني ما كيعيطوش لهم التلفازه البرامج ولا لا انا ملي كنقول لك كيشد شي بلاصه كنهضر على البرامج اما التلفازه باغ اكزومبل اشنو انا كنسمع دائما كيقولوا نفس الناس اللي كنشوفهم اعطيني السميات مثلا شكون انا نعطي السميات مثلا دنيا بوتازوت انا ما كرهتش نشوف انا دنيا بوتازوت ما كرهتش نشوفها من جونفي حتى الاخر ديال العام احنا كنشوفها عارف في رمضان تيفا سي كلكان دو سوبر كوا انا بالعكس انا الناس اللي كنشوفهم غير في رمضان بغيت نشوفهم العام كامل ونشوفوا ناس اخرين ونجيبوا شباب فهمتي دونك اللي كيقول ما كيعيطوش ليا خصو يدير باش يعيطوا ليه تو سامبلومون اذا مستقبل شطمطه قناه شطمطه راه جايه يعني يستعدوا وي الفنانين وبكل حب بكل حب والله الا بكل حب فرانشمون حيت في العالم كامل كاين دائما كاينين ساخرين كيسخروا من الفنانين وكاين علاقه جميله ما بين الساخرين والفنانين الساخر ملي كيسخر من الفنان الفنان شنو كيدير كيفكر وكيبدل فهمتي فبلاص ما يمشي يخرج ويلبس بينوار ويدير نضاضر ويبرك ويقول قول 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 هضره خايبه لا كيفكر وكيبدل وكيعطي شي حاجه زوينه تقدر تعطينا شي حاجه ديال شطر مطل هيبه بريس سي طادير اش تقولي لينا شي حاجه شي حاجه تضحك لنا المشاهدين الكريم على هيبه بريس حتى مشاهدين بيان سور شرفين يا بغيتك تخدمي لنا شطر مطل شويه سي طادير ما فهمتش شي حاجه شي القطعه من الحاجه ديالك هو انا كان ما جو سي با غير شي الهضره ديال شطه ما طاش هاي سلام بغيت نقول واحد الحاجه بغيت نشكر الناس كاملين اللي في الدومين وما عارفين راسهم واحد بواحد من مخرجين من ممثلين من الناس اللي من صحفيين من الناس اللي كيديروا دي زيميسيون من الناس اللي فوق صحفيين من الناس كاملين وكل بلا ما نذكر الاسماء شكرا الميساجات كنت كل نهار كنفيق كنلقى ميل كنفرح كنبغي نخدم اكثر وكاين اللي بروبوزا ليا خدمه وكاين اللي بروبوزا يعاونني وكاين اللي بروبوزا دي كونساي شطه ماطا ما محتاجه حتى واحد شطه ماطا غادي تكمل بوحدها وغادي دير كولابوراسيون مع الانسان ولا الانسانه ولا التلفازه ولا الاذاعه ولا اللي غتجيها على كانتها واللي ما غاديش تحبسها